رجعنا بقى نكمل بقية الليسن. طيب نمبر 3 عندنا adaptation في الـ insectivores plan. insectivores اللي هي plants which eat insects. احنا عندنا كده واخدين عارفين من احنا في برايمري 5 ان في plants بنسميها insect eaters او insectivores plant او ان ايه او بنسميها predaceous plant اللي هي plants اللي بتاكل insects اللي هي كائنات النباتات بيسموها نباتات مفترس او نباتات اكلية الحشرات. دي predaceous يعني بلانتس مفترسة. البريديشيوس بلانتس دي بقى هي مش بلانتس عادية، لا هي بلانتس عادية عادي بتعمل فوتوسينس بروسيس عادي خالص وبتعمل الشوجر بتاعها وكل حاجة، لكن كانت ابسورب نيتروجين فروم سويل. هي بتعمل فوتوسينس لكن كانت ابسورب نيتروجين او نيتروجينيوس سبستانس، ما بتقدرش تمتص النيتروجين، فعشان كده هي كابتشر انسكس او بتصطاد الانسكس تو جيت ايه تو جيت. يبقى هي catch insects to make او to get protein. عايزة بروتين مش بتعرف تعمله لانها مش بتقدر تمتص النيتروجين من السويل، فبالتالي catch insects بتصطاد الانسكس علشان تعمل الايه البروتين. طيب طب كده منطقة هيبقى الادابتيشن فيها حاصل في الليفز بتاعتها، يبقى الادابتيشن بيبقى حاصل في الايه الليفز بتاعتها. يبقى الليفز بتاعتها طبيعة الأوراق بتاعتها هنلاقيها طبعا مختلف عن البلانتس العادية، بحيث إن لما الإنسكت تقف فيها تعرف إيه تعرف تصطادها. فممكن نلاقيها مثلا شكلها في حاجة عاملة كده، وأول ما تيجي الإنسكت يعني هي بتبقى عاملة زي الإيدين المفتوحة كده، أول ما الإنسكت تيجي فيها تروح إيه تروح قافلة. فده نوع من الأدابتيشن. ممكن نلاقيها مثلا عاملة زي خيوط الشبكة كده، تقف الانسكت فيها تروح لف عليها. ممكن تلاقيها كبيرة كده عاملة زي الفلاور، اول ما الانسكت تروح جاي فيها تروح قافلة عليها. فبنسمي في عندنا اكزام بقى، زي عندي حاجة اسمها ديونيا وعندي دروسيرا وهالوفيلا. ديونيا دروسيرا هالوفيلا دي انواع من الانسكت فورس بلانت، بيكون حاصل موديفيكيشن في الليفز بتاعتها في الاوراق بتاعتها تو كاتش انسكتس تو ميك بروتين. فطبعا ده برضو نوع من انواع الادابتيشن، ده برضو ستراكشرال لان كل اللي بنتكلم عنه بنتكلم عن الموديفيكيشن اللي في الاوتر او في الاكسترنال اورجنز. طيب بعد كده بقى الادابتيشن والانفايرمنت، احنا كده اتكلمنا عن الفود وعن الانفايرمنت برضو لما اتكلمنا عنه في او الموفمنت والانفايرمنت لما اتكلمنا عن الماملز. نيجي بقى نتكلم هنا ايه في الادابتيشن اند انفايرمنت، برضه في ادابتيشن على حسب الانفايرمنت. هو بيعيش في جو حر في جو بارد فبيفرق بقى. فعندنا مثلا احنا هنا نتكلم عن اربع حاجات. نمبر 1 حاجه اسمها هايبرنيشن، نمبر 2 استيفيشن، نمبر 3 بيردس مايجريشن، نمبر 4 كاموفلاج. هنمسكهم واحده واحده كده. اول حاجه هايبرنيشن، واتس مينت باي هايبرنيشن؟ هايبرنيشن يعني بيات شتوي، يعني في سام ليفنج اورجانيزم تيجي في الشتاء مش بتقدر تو كوب انها تتكيف او تتلائم مع اللو تمبريتشر، بتبقى الجو برد قوي عليها وجسمها مش قادر يتحمل البرد ده، فبتعمل ايه فبتختفي، تختفي في الوقت ده، بتختفي او بتستخبى في البيرز بتاعتهم في الجحور بتاعتهم ويوقفوا الاكتيفيتي بتاعهم ديورينج وينتر لحد ما يجي بعد كده بقى فصل الربيع فايه تظهر تاني. يبقى الهايبرنيشن بقول ان سام ليفنج اورجانيزمز ستوب their activities
during ايه بقى هنا؟ during winter. ليه؟ to avoid low temperature. وهما مش بيقدروا يتكيفوا مع low temperature فبيستخبوا. يبقى الهايبرنيشن في عندي some living organism او some animals stop their activities during winter to avoid low temperature. Some animals or some living organism stop their activity during winter to avoid low temperature او try to dormancy and stop most يعني انها ايه عندها خمول بقى كده وتوقف الاكتيفيتي بتاعها. زي ايه عندي؟ زي في some reptiles شوية كده ايه reptiles زي الليزرد مثلا. بعض انواع الليزرد بتستخبى في الوينتر. في عندي some insects زي الانت مثلا. بنلاقي الانت كده في الايه في الصيف تقعد تجمع اكل تجمع اكل وبعدين تختفي في الشتاء. وفي عندي برضو some amphibians زي الايه الفروج والتودز. تودز دي انواع من الفروجز. يبقى الفروجز والتودز دول amphibian. amphibian يعني اللي هي البرمائيات بتعيش شوية في المية وشوية في الايه شوية في ال شوية على الأرض. يعني دول بيوقفوا الأكتيفيتي بتاعهم during winter ويختفوا في الايه في المض. دول بيستخبوا في المض في الطين. فده بنسميه hibernation. يبقى الهايبرنيشن هو ان some animals stop their activities and try to dormancy يعني ان هي تبات تعمل بيات بقى كده and stop their activity during winter to avoid low temperature. ده بنسميه hibernation. number 2 عكسه حاجة اسمها estivation. estivation summer ده بيحصل في السمر. estivation له علاقة بالايه؟ بالسمر. بيبقى عند الليفنج اورجانيزم مش قادرة تكوب مع الهاي تمبريتشر وكمان الشورتج اوف ووتر. يعني مثلا كائنات بتعيش في الصحراء بيجي الجو في الشتاء الصيف بيبقى حر جدا كمان مفيش المياه قليله فبالتالي مش بيقدروا يتكيفوا فبيعملوا ستوبنج للاكتيفيتي بتاعتهم. يبقى نفس الكلام ان سام انيمالز ستوب ذير اكتيفيتي بس هنا بقى فين؟ ديورينج summer. ليه بقى؟ to avoid high temperature and shortage of water وقلة المية. طبعا اغلب الكائنات اللي بتعيش في الديزرت بقى بيبقى الجو high temperature shortage of water يعني قلة مية كمان strong winds تبقى الرياح قوية جدا. ده جو الديزرت. يعني يبقى الانيمالز دي بتعمل استيفيشن يعني بتوقف الاكتيفيتي بتاعها during ايه during summer. يبقى استيفيشن summer hibernation winter. استيفيشن summer hibernation winter. زي ايه بقى عند اللي بيعمل استيفيشن؟ زي حاجة من الرودنز اللي هو الجيربو. الجيربو اللي هو ايه اللي بيسموه بالعربي يعني الجربوع. يبقى هو رودنت بيعمل ايه؟ بيعمل استيفيشن. في عندي الديزرت سنيل اللي هو قوقع الصحراوي. وفي برضو عندي سام انسك. يبقى انا كده عندي في انسكس بتعمل هايبرنيشن وفي انسكس تانية بتعمل استيفيشن. الهدف منهم ان هم تو افويد هاي تمبريتشر اند شورتج اوف ووتر. هما بيبقوا دورمنت يعني في حالة خمول في حالة ثبات كده ان هما خلاص بيعملوش حاجة قاعدين مستنيين لما الجو ده يخلص وبعدين يطلعوا بعد كده. طبعا الهايبرنيشن والاستيفيشن دول الاتنين ايه بيهيفيرال ادابتيشن. ليه بيهيفيرال؟ لانه بيحصل في وقت معين من الير. نمبر 3 اللي شبههم برضو حاجة تانية اسمها بيردز migration. يعني ايه بيرس migration؟ يعني بيجي في ايه في الوينتر برضو. وفي some birds بتهاجر migrates from one place to another. فعندي بيرس migration ده في ان عندي هي inherited. كلمة inherited
يعني حاجة فطرية. inherited behavior in some birds، حاجة فطرية، سلوك فطري في بعض birds where they migrate. from polar regions اللي هي الأماكن البرد القطبية to a more light and warmer place. ال birds migration inherited behavior يعني حاجة فطرية هما مخلوقين بيها. in some birds في بعض birds in which they migrate from polar regions to more light and warmer regions، من أماكن اللي هي الأماكن القطبية الباردة لأماكن تانية بتبقى إيه more lighted يعني منورة أو شمس أكتر and إيه warmer regions. ليه بقى؟ الهدف من ال birds migration، الهدف ده to complete reproduction for، يبقى الهدف من ال birds migration إيه؟ for reproduction. يبقى في البيرس migration هما بيهاجروا من polar regions أماكن يعني very cold لأماكن more lighted and warm، أماكن تكون فيها شمس أكتر وتكون دافئة. ليه؟ for reproduction. يبقى الهدف من البيرس migration reproduction. طيب birds migration طيب بيحصل في وقت معين من السنة، يبقى ده إيه؟ behavioral adaptation. يبقى أنا عندي hibernation, estivation, birds migration دول behavioral adaptation. طيب باقي ايه تاني؟ باقي عندنا بقى اخر حاجة الكاموفلاج. الكاموفلاج احنا خدناه قبل كده ان انا عندي في living organism بقى عندها ability ان هي change their color. احنا ما قلناش الاكزامبل عندنا على birds migration حاجة اسمها كواو. يبقى اللي بيعمل بيرس ميجريشن الكوال اللي هو الطائر السمان الايه الكوال ده هو اللي بيعمل بيرس ميجريشن الكوال. طيب نيجي بعد كده بقى في الكاموفلاج، ان عندي سام ليفنج اورجانيزم عندها ability of some living organism to change أو to hide from enemies and a capture prey. living organism عندها ability to hide انها تختفي من الانيمز او انها ايه عشان تصطاد البريز عشان تصطاد الحشرات يعني او الفرائس اللي بتاكلها وكده. كاموفلاج ability of some living organism to hide from enemies ازاي بقى؟ by changing color او simulate the environment ان هم يغيروا الكالر بتاعهم او ان هم يبقوا شبه يعني يقفوا في environment ليها نفس الشبه. زي عندي حاجه اسمها leaf insect leaf insect دي insect كده ايه شبه ورقة الشجر يعني تلاقيها كده واقفة على الشجرة وهي ليها نفس بص نفس الخطوط نفس كل حاجة بتاعت الايه بتاعت الليف وواقفة على ال ال على ال عن الليفز بتاع البلانت نفسها فالليفز لونها جرين وهي لونها جرين فاسمها leaf insect. يبقى it's so hardly يعني صعب جدا على الانمي ان هو ايه discovers it وهي اكتشف ان هي دي ايه ان هي دي insect. في عندنا حاجة تانية stick insect. stick insect بتبقى يعني دي بقى دي شبه عاملة زي ايه عاملة زي كأنها جزء كده من جذع الشجر يعني تلاقي جذع الشجر كده واقفة عليه ولونه براون وهي كمان ايه لونها براون زيه فمش باينة خالص دي اسمها stick insect. عندنا الاتنين دول بقى هما مش بغير الكالر هما بيقفوا في انفايرمنت شبههم بالظبط. طبعا ده ستراكشرال هما ربنا خلقهم كده ده ستراكشرال ادابتيشن. طيب عندنا
حاجة تانية زي الكاميليون. طبعا احنا عارفين بقى اشهر حاجة بلغة لونها الحرباية، لما حد يكون شخص كده مش واضح متلون انت عامل زي الحرباية. فالكاميليون دي تشينجز ايه اتس كلر، تقف في مكان يبقى على الساند مثلا تبقى الكلر بتاعها يلو، وقفت على تري تبقى الكلر بتاعها جرين، يبقى الكاميليون بتعمل كاموفلاج لانها تشينجز ايه اتس كلر تو هايد فروم انيميز او تو كابتشر انسكس عشان تقدر تصطاد الحشرات اللي بتصطادها. اخر حاجة عندنا بقى بنقول ان الكامل ده بقى اكزامبل على الثري، في ستراكتشرال وفي الفانكشنال وكمان البيهيفيرال. يعني كان زمان كده في المنهج فيه لسن كامل عن الايه عن الكامل بس اتلغى، يعني كنا بندرس بقى الادابتيشن بقى في الايه في الكامل. فهو مور ادابتد مع الديزرت، هو بيقدر يعيش في الديزرت اللي هي بتبقى فيها شورتج في الووتر، ليها هاي تمبريتشر والويند فيها بتكون سترونج ويندز. اوكي احنا كده وي هاف فينيشد ادابتيشن وخلاص، وي هاف فينيشد ذا فيرست تيرم كريكولم. ان شاء الله بقى نتقابل في الفيديوهات الريفيجن وفي النكست تيرم ان شاء الله. ربنا يوفقكم توفيق إن شاء الله. شكرا.